بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي انشأ خلقه وبرا وقسم احوال عباده غنى وفقرا وانزل الماء وشق اسباب الثرى، احمده سبحانه فهو الذي اجرى على الطائعين اجرا واسبل على العاصين سترا، هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل اذا سرى، سبحت له السماوات واملاكها وسبحت له النجوم وافلاكها. وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكف والنظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجه على العباد اجمعين فهدى الله تعالى به من الضلاله وبصر به من الجهاله وكثر به بعد القله واغنى به بعد العيله ولم به بعد الشتات وامن به بعد الخوف فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت اذن بخبر وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه والاخوات نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله في من عنده فنحن اجتمعنا اليوم نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا فاسال الله تعالى ان يشملنا بهذه الفضائل واسال الله تعالى أن يجعلنا ممن يقال لهم في آخر مجلسهم قوموا مغفورا لكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا طاعة نتقرب بها إليه، ونتوسل بها إليه، أن يصلح قلوبنا، وأن يقر أعيننا بصلاح ذرياتنا، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يقضي ديننا، ويصلح شأننا، ويستر عوراتنا، ويؤمن ديارنا، وأسأل الله تعالى كما جمعنا هنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا أسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة في ظل عرشه وأن يجمعنا يوم القيامة في جنته وأن يجعلنا إخوة متحابين فيها آمين يا رب العالمين أيها الأحبة الكرام سورة الأعراف من السور الطوال التي ذكر الله تعالى فيها من أخبار الأنبياء ومن أخبار الأمم السابقة الشيء الكثير لا تدري عندما تدلف إلى هذه السورة تتكلم عن ماذا من عجائبها وعبرها هل تتكلم عن قصه هود ام عن قصه صالح ام عن قصه شعيب ام لوط ام تتكلم فيما فصل الله تعالى فيها من قصه نبي الله تعالى سل... نبي الله تعالى موسى عليه السلام ساقف معكم اليوم على قصه من القصص التي جاءت في سوره الاعراف هذه القصه تعرض الله تعالى لخبرها وذكر شيئا من امرها في سور قبل سوره الاعراف كما ذكر ذلك في سوره البقره وكما ذكره ايضا في سور اخرى سياتي معنا شيء من الكلام فيها ولقد بين الله تعالى فيها فضيله من الفضائل جعلها بعض اهل العلم خامسا من اركان جعلها بعض اهل العلم ركنا سادسا من اركان الاسلام لما ورد فيها من الفضائل ولا حديث التي تحث عليها بل ان الله تعالى لعن بني اسرائيل لما قصروا في هذه الطاعه والفضيله التي سنتحدث عنها من خلال هذه القصه القصص في القران متنوعه يقول سفيان الثوري القصص جند من جند الله تعالى بمعنى ان الله تعالى يجعل بعض القصص عبره لاخرين واذا نظرت في القران وجدت انك ان تكلمت عن الانبياء والصبر على الدعوه وجدت قصصا تتعلق بذلك ان تكلمت عن طول الأمد في الدعوه وجدت قصصا تتعلق بذلك، ان تكلمت عن التجاره والتجار استشهدت بقصه قارون، ان تكلمت عن الفتنه بالنساء استشهدت بما وقع من امراه العزيز، ان تكلمت عن الحرص على التوحيد ذكرت قصه يوسف عليه السلام مع الرجلين الذين كان معه كان معه في السجن، ان تكلمت عن الحوار ذكرت قصه ابراهيم عليه السلام مع النمرود، ان تكلمت عن الجاهر بالحق ذكرت قصه مؤمن ال ياسين او مؤمن ال فرعون ولا تكاد تخلو قصه من القصص الا من عبر نستطيع ان نستشهد بها ولذلك قال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاه والسلام فاقصص القصص لماذا لعلهم يتفكرون وقال جل وعلا كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق نقص عليك مما سبقك سواء من المسلمين المؤمنين او حتى من الكافرين المعرضين، ذكرنا لك قصه النمرود وذكرنا لك قصه فرعون وذكرنا لك قصه قارون نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا وقال جل وعلا: وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك نقص عليك قصه نوح حتى اذا طالت فتره دعوتك تذكر قصة نوح وتقول نوح قد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما لماذا لا أصبر صبره؟ نقص عليك قصة شعيب حتى إذا تلاعب قومك بالمكيال والميزان تذكر قصة شعيب فتقول قد فعل قوم شعيب ما فعلوا وصبر عليهم شعيب إذا سأصبر نقص عليك قصة صالح وكيف تعنت قومه وقالوا له تريد أن نؤمن, مك نؤمن لك أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء قمة الاعراض والتعنت نقص عليك هذه القصه يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى اذا تعنت قومك وتكبروا وتجبروا تذكروا ان من قبلك من الانبياء قد اصابهم مثل ذلك وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك هذه القصص هي قصص حق ولذلك قال الله جل وعلا لقد كان في قصصهم عبره لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى أي قصة يقصها عليك أي إنسان قد يزيد فيها وينقص إما ليستر شيئا لا يريدك أن تعرفه وإما ليملح قصته ويزينها يزيد فيها بعض المواقف أما قصص القرآن فهي قد حكيت كما وقعت تماما تعالوا اليوم نقف مع قصة عجيبة من هذه القصص قصة أصحاب السبت من هم أصحاب السبت وما سر تعظيم يوم السبت وأين تقع هذه القرية أصلا ومن هو النبي الذي كان حاضرا في عهدهم ولماذا ذكرها الله تعالى وقال في أولها واسألهم تسأل من يا رسول الله لماذا ما ذكرها الله تعالى كما يحكي غيرها من القصص واتل عليهم نبأ أصحاب السبت مثلا لماذا قال اسألهم يسأل من نبي نصر ولماذا يسأل وهو يأتيه الوحي من السماء وما حال هؤلاء وكيف انقسم أصحاب هذه القرية إلى ثلاثة أقسام وما حال هؤلاء الأقسام الثلاثة وهل لما مسخ الله تعالى بعضهم قردة وخنازير هل تناسلوا فنحن مثلا عندما يقول البعض لليهود يا أحفاد القردة والخنازير هل هؤلاء فعلا هم أحفاد لأولئك القردة والخنازير تناسلوا وأصبحت القردة التي نراها ربما يكون بعضها نسرا لأولئك هل هذا صحيح أم لا؟ وكيف ينجو الإنسان لو وقع له مثل ما وقع لأولئك من أصحاب السبت؟ القصص أو الآيات التي قبل قصة أصحاب السبت ذكر الله تعالى فيها حال بني إسرائيل مثلا قال لبني كانت مباشرة لهم يقول الله تعالى في آيات قبل هذا في سورة الأعراف يقول: واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم كانت الايات التي قبل هذه الايات واسالهم كانت موجهه مباشره الى بني اسرائيل توجه الكلام الى بني قريضه الى بني النظير الى بني قينقاع سكان المدينه من اليهود لكن لما جاء يذكر هذه القصه ترك بني اسرائيل ووجه الكلام الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال واسالهم عن القريه طيب لماذا لم يقل مثلا واذكروا خبر القريه بحيث ان الكلام يكون متواصلا مع ما قبل في نفس الاسلوب لماذا كان الكلام الاول موجها اليهم ثم توجه الى النبي عليه الصلاه والسلام يقول اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر لعلنا نجد شيئا من ذلك في اثناء شرحنا لها ذكر الله تعالى اخبار بني اسرائيل تحذيرا لنا موسى عليه السلام ذكر في القران مئه وثلاثه وثمانين مره اكثر نبي ذكر في القران موسى عليه السلام نبينا محمد عليه الصلاه والسلام ذكر اربع مرات فقط عيسى عليه السلام ذكر ثلاثه وعشرين مره اربع وعشرين مره منها عشرين مره باسمه الصريح عيسى ومنها اربع مرات ابن مريم طيب لماذا ذكر موسى بهذه الكميه الهائله القران نزل بعد أن كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في قريش رجلاً من عامتهم ثم أصبح نبياً وكان الفريق الذي عندهم علم في عصره هم اليهود عندهم بقايا من كتاب موسى وكتاب عيسى عليهما السلام فكان اليهود لهم تأثير على العرب وكان العرب قريش وغيرهم إذا أرادوا أن يسألوا عن شيء ذهبوا وسألوا اليهود ولذلك لما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم الإسلام ذهبوا وسألوا اليهود يا يهود هل نتبعه ام لا؟ فكان النبي عليه الصلاه والسلام يتلو على اصحابه القران وقصص بني اسرائيل محذرا ان تكونوا مثلهم. لذلك قال عليه الصلاه والسلام لما مر يوما واذا قوم من المشركين قد علقوا سيوفهم بشجره لها انواط يعني لها اغصان علقوا السيوف في هذه الشجره كان المشركون يظنون ان هذه الشجره مباركه فاذا علقوا فيها السيف صار السيف أكثر مضاءً وقوةً فالصحابة لما رأوا السيوف معلقة على الشجرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ذات أغصان كما لهم ذات أنواط يا رسول الله مثل ما هؤلاء عندهم شجرة فيها بركة يا رسول الله نريد شرك شجرة فيها بركة مثلهم طيب أولئك يعبدون شجرتهم هل تريدون شجرة تعبدونها؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقال عليه الصلاة والسلام في موطن آخر قال محذرا من أن يصنع الناس مثل ما كان يصنع بنو إسرائيل قال فتستحل محارم الله بأدنى الحيل إيش الحيلة التي عملها بنو إسرائيل جاءت في هذه القصة يقول الله جل وعلا بعدما تحدث عن بني اسرائيل وقال جل وعلا: واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم رغدا، وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا، ثم ذكر توجيهات ثم جاء الى قصه اصحاب السبت وقصه القريه، فقال جل في علاه: واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر، حاضره البحر يعني على ساحل البحر مثل جده جده هي مدينه حاضره البحر الاسكندريه مدينه حاضره البحر الدمام مثلا مدينه حاضره البحر فالمدينه او القريه التي تكون على شاطئ البحر تسمى حاضره البحر فهؤلاء بنو اسرائيل كانوا يسكنون قريه على شاطئ البحر طيب اسالهم اسال من اسال اليهود اللي عندك في المدينه اسال بني قريضه واسال بني قينقاع واسال بني النظير الذين يكذبون بك اسالهم عن اخبار هم يستحون من ذكرها وكان اليهود لا يظهرون امام الناس الا البطولات والافعال الصحيحه التي فعلوها اما الفضائح التاريخيه عندهم كانوا يسكتون عنها بدليل ان نبينا صلى الله عليه وسلم لما حاصر خيبر ثم فتحها اقبلت اليه امراه يهوديه بشاه مشويه فوضعت بين يديه ضيافه فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها ونهش منها نهشه وهو مع اصحابه ثم امر اصحابه ان يتوقفوا فجاه عن الطعام فتوقفوا ثم قال ادعوا لي من ها هنا من اليهود فدعوا له رؤساء اليهود وقفوا بين يديه وكان فيهم قوم قد اخرجوا من المدينه تعلم مما وقع من بني النظير الخيانات ومن بني قينقاع أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج فخرجوا ونزلت سورة الحشر وغيرها من الآيات فلما وقفوا بين يده قال لهم عليه الصلاة والسلام يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم معقول نكذب وأنت نبي؟ نعم فقال عليه الصلاة والسلام لهم من أهل الجنة؟ لا لا قال لهم السؤال الأول قال من أبوكم؟ فقالوا أبونا فلان يعني من جدكم؟ وكان هذا الفخذ من اليهود لهم جد جبان ما ما يفتخرون بالانتساب إليه فإذا سئلوا في معرض الافتخار انتسبوا إلى جد آخر جد لقبيلة أخرى فقالوا أبونا فلان الثاني الشجاع فقال عليه الصلاة والسلام لهم كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدقت قال يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم وإن كذبنا عرفته كما عرفته في أبينا أنت تعرف ما نستطيع نكذب عليك فقال من أهل, الج... من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها قال اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها ابدا يا معشر يهود هل انتم صادقين ان سالتكم عن شيء؟ قالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة ثم. قالوا نعم. ما دام الرجل نكذب ويكتشف اكيد ما سال يدري نكذب بعد ونزيد المشكله؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ ليش؟ أنا دخلت صلحان ما قتلتكم ولا ما حملك ليش ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت ملكا أن تموت ونتخلص منك وإن كنت نبيا فلن يضرك لكن من حدثك؟ من أخبرك؟ فرفع صلى الله عليه وسلم الذراع ذراع الشاة المطبوخة قال أخبرتني هذه الذراع فاليهود قوم بهت كذابون ولذلك الله جل وعلا يفضحهم في القرآن ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام هم يكتمون هالقصة يا محمد اسألهم عنها اسألهم عن من كانوا من أقوامهم من السابقين اللي الذين مسخوا قردة وخنازير طلع فضائحهم حتى يعلموا أنك على الحق وأنهم قد حرفوا دينهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر قال الله إذ يعدون في السبت يعني إذ يعتدون في السبت وكان هؤلاء اليهود في عهد النبي عليه الصلاه والسلام يعظمون السبت كما تعظمه الامم التي من قبلهم وكانوا يعظمونه بناء على بقايا من دين موسى عليه السلام وقد جعل الله تعالى لكل امه من الامم يوما فيه زياده فضيله عن الايام التي غيره مثلا يوم الجمعه هذا اليوم المبارك فيه خُلِقَ آدم وفيه أُهبِطَ إلى الأرض وفيه مات وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن أو مسلم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه فيوم الجمعة يوم مبارك شرع لنا فيه عبادات منها مثلا التبكير إلى صلاة الجمعة إقامة صلاة الجمعة الاجتماع لها سماع الخطبه والانصات اليها الاكثار من الصلاه على نبينا صلى الله عليه وسلم قراءه سوره الكهف يعني في الحديث الحسن والساعه التي فيها اجر ايضا وفضيله فيوم الجمعه يوم فيه زياده فضيله والله جل وعلا يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار خلق الاماكن واختار مكه تكون افضلها خلق المياه اختار زمزم يكون افضلها خلق الشهور اختار رمضان افضلها خلق الليالي اختار ليله القدر افضلها اختار ايضا من ضمن الايام لما خلقها اختار يوم الجمعه ليكون هو عيد المسلمين لذلك يستحب التطيب والتنظف ولبس احسن اللباس في يوم الجمعه كانه عيد ويوم الجمعه هو احب الايام الى الله تعالى ولذلك اضل الله تعالى عنه الامم من قبلنا فصارت النصارى تعظم يوم الاحد وصارت اليهود يعظمون يوم السبت واختصنا الله تعالى بهذا اليوم المبارك. سبب تعظيم اليهود ليوم السبت يزعمون ان الله تعالى لما خلق السماوات والارض في سته ايام ارتاح في اليوم السابع يوم السبت. وهذا كلام باطل والله جل وعلا يقول ولقد خلقنا السماوات والارض في سته ايام وما مسنا من لغوب. تعالى الله تعالى ان يصيبه ما يصيب المخلوق من تعب و و و وضنك بعد عمل تعالى الله عن ذلك وما مسنا من لغوب لكنهم ضلوا وادعوا ذلك صاروا يعظمون يوم السبت ويعتبرون هذا اليوم يوم عبادة ما يشتغلون فيه نحن خفف علينا صح يوم الجمعة يوم عبادة لكن لو الإنسان مثلا صياد وقام يصيد ولا نجار وفتح المحل واشتغل بالنجارة ولا عنده دكان وفتحه ولا موظف وذهب إلى وظيفته يوم الجمعة ما في مشكلة، المهم أن تقيم صلاة الجمعة، لكن عندهم منعوا، امتحنهم الله واختبرهم وخصص يوم السبت للعبادة فقط، ممنوع تشتغلون في أي شغل. طيب ماذا فعلوا؟ قال الله جل وعلا: واسألهم يعني يا محمد اسأل اليهود اللي عندك عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هذه القرية قيل هي قرية أيله. وهي ايله موجوده في في فلسطين. وقيل هذه وهذا هو قول اكثر اهل العلم. وقيل هذه القريه كان فيها سبعون الفا من اليهود. كانوا يسكنونها وكانوا يشتغلون بصيد السمك. هي على شاطئ البحر فكان شغلهم في صيد السمك. وكانوا يعدون في السبت. يعدون يعني يعتدون في يوم السبت. و تقدم الاشاره الى قصه اصحاب السبت في في سور اخرى فقال الله جل وعلا في سوره البقره مخاطبا اليهود يقول: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين وفي سوره النساء قال الله او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت. اذا قصه اصحاب السبت قصه مهمه جدا لدرجه ان الله تعالى في سور اخرى يشير اليها ولا يفصلها، ثم فصلها في سوره الاعراف. لكن تعال الى قصه مؤمن ال ياسين مثلا، ما اشار الله اليها في اي سوره الا في سوره ياسين. قصه مثلا النمرود مع ابراهيم، ما اشار الله اليها في اي سوره الا في نفس السوره. قصه قارون هل اشار الله لها في سور اخرى؟ لا، لكن قصه اصحاب السبت لاهميتها ذكرها الله في سوره البقره. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فشوقهم الى معرفه القصه ثم ذكرها في سوره النساء او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت طيب يا ربي من هم اصحاب السبت فجاء تفصيلها هنا فقال جل وعلا اذ يعدون في السبت قصه هؤلاء انهم كان عيشهم من صيد السمك ياكلونه ويبيعونه ويصنعون به ما ما يصنعون فربنا ابتلاء لهم وامتحانا كما ابتلى إبراهيم عليه السلام لما تعلق قلب إبراهيم بولده إسماعيل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ولدك يا إبراهيم هذا اللي أصبحت تفكر فيه ليلا ونهارا وتذكر في كل حين وتعلق به قلبك وتخاف عليه من نسبة الريح لتثبت يا إبراهيم أن أمر الله عندك أعظم من محبتك لولدك نامرك بذبحه تطيع ولا ما تطيع يا ابراهيم قال الله فلما اسلم وتله للجبين الا اطيع يا ربي انت احب الي واغلى واعظم من كل شيء فاراد الله تعالى ان يمتحنهم هل المال والصيد والسمك والشغل احب اليكم واعظم ام امر الله احب اليكم واعظم فامرهم الله ان يصيدوا سته ايام الا يوم السبت ممنوع الصيد في يوم السبت ولا يسمح لكم ابدا في ان تصطادوا في يوم السبت ابدا وصاروا فعلا يصيدون الاحد والاثنين والثلاثه والأربعاء والخميس والجمعه وياكلون ويطعمون اولادهم ويبيعون اذا جاء يوم السبت وقفوا اليوم ما في صيد مضت الايام على ذلك صار السمك يقبل في يوم السبت إلى الشاطئ بشكل كبير كما قال الله تعالى مبينا هنا قال إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شرعا قال بعضهم الشارع هو الطريق فصارت تأتي كأنها طرق كأنها شوارع في الماء تسير مقبلة إلى الشاطئ يعني هي اللي تأتيهم عادة الصياد هو الذي يذهب إلى السمك وليس السمك الذي يأتي إليه هنا انقلبت الآية ستة أيام هم يذهبون يبحثون عن السمك في عمق البحر إلا يوم السبت السمك هو اللي يأتي أمامهم شرع يعني مثل الشوارع وقيل شرع مثل شراع القارب القارب يجعلون الشراع يوجه السفينة ويمشي بها فصار السمك يأتي من كثرته يرونه بعينهم مثل شراع القارب فلم يصبروا طيب هذا السمك أقبل إلى الشاطئ قيل لأحد سببين إما أن السمك بطبيعته لاحظ أن كل يوم سبت ما في صيد فصار يقترب إلى الشاطئ يبحث عن طعام وانت تعلم في الغالب أن الشاطئ الناس يلقون فيه بقايا طعامهم أحياناً خبز أحياناً بقايا مثلاً عشاء غدا فيكون على الشاطئ يعني الماء الملاصق للشاطئ يكون فيه رزق للسمك ولذلك إلى اليوم في الليل يأتي السمك يقترب من الشاطئ يأكل غير النهار إلى اليوم لو تذهب إلى البحر فإما أن السمك يعني بطبيعته تعود أنه كل يوم سبت ما في خطر فصار يقترب ويرونه بأعينهم هذا هذا يعني سبب لاقتراب السمك أو سبب آخر ان الله جل وعلا جعل السمك ياتي في هذا اليوم امتحانا لهم واختبارا كما قال ومن العجائب والعجائب جمه قرب الحبيب وما اليه وصول كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول يعني هم الان ينظرون للسمك اللي الواحد منهم يظل ربما ساعه كامله ماسك السناره في عمق البحر فإذا شعر بحركة في السنارة فرح وجر السنارة ويرجع بخمس ولا ست من السمك ويرى نفسه اليوم منتصر فما بارك الآن وهو يرى السمك بين يديه يستطيع أن يصيده بيده يعني هذا إغراء شديد ولذلك قال الله تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم اليوم في غير يوم السبت الحيتان لا تاتي. قال الله: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كذلك نبلوهم اي كذلك نبتليهم بما كانوا يفسقون، يعني نبتلي هؤلاء القوم حتى عقوبة لهم على فسقهم الذي فعلوه وعملوا. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من ذلك، وقال: فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، يعني لا تصنعوا كما يصنع اليهود بحيث أنهم احتالوا. هؤلاء اليهود ماذا صنعوا مضى عليهم سبت وسبت اخر وثالث ورابع فبدا بعضهم يتجرا وياتي ويعمل حيل للصيد في يوم السبت صاروا ياتون يوم الجمعه ويحفرون طرق من الشاطئ طرق من الشاطئ تنتهي بحفر بحيث ان السمك اذا وصل الى الشاطئ راى طريقا قناه صغيره يعني فيدخل فيها فاذا حفره فيها ماء قليل يسقط في هذا الماء ثم يستطيع أنه يطلع فإذا جاء يوم الأحد هذا يحفرون الجمعة السبت خلاص عبادة إذا جاء يوم الأحد ونظروا إلى الحفر وإذا الحفرة فيها عشر من السمك وهذه فيها خمسة عشر فقالوا نحن ما صدنا يوم السبت إحنا حطينا الحفر يوم الجمعة وأخذنا السمك يوم الأحد صحيح لكن السمك اللي موجود في الحفر هذا هذا رزق أي يوم جاء في أي يوم ما أنتم صدتم يوم الجمعة ووضعتوه في بيوتكم ولا أحد بتصيدونه تحطونه في بيوتكم السمك اللي في الحفر هذه تبع أي يوم له يوم جمعة ولا ولا أحد تبع أي يوم يوم السبت قالوا لا ما صدنا يوم السبت وقيل إنهم صنعوا شباكا معروفة اليوم عند الصيادين اليوم الصيادين عندهم شبك يأتي على شكل دائرة وله مدخل واسع ثم يضيق يضيق فإذا دخلت السمكة لم تستطع ان تخرج قالوا صاروا يضعونها على الشاطئ صنعوها ووضعوها على الشاطئ فصار السمك يأتي ويرى في داخل هذا الشبك طعاما فيدخل من الفتحة الواسعة فإذا دخل وأراد ان يخرج لم يستطع وهم يتعبدون في يوم السبت وقد وضعوا الشباك يوم الجمعة ليلا فإذا جاءوا يوم الأحد الفجر ورفعوا الشباك وإذا هي مليئة بالسمك فنقول لهم طيب أنتم صدتم يوم السبت قالوا لا ما صدنا يوم السبت نحن وضعناها الجمعة وأخذناها الأحد يوم السبت عبادة مثل ما أمرنا ما صدنا يوم السبت الله قد منعكم من أي اكتساب مال في يوم السبت أنتم اكتسبتم مالا يعني تحتالون على رب العالمين وهذه الحيلة حيلة محرمة طيب هل هناك حيل جائزة؟ هل هناك حيل شرعية أو فقهية جائزة؟ قالوا نعم أباحت الشريعة شيئا من المخارج التي ليس فيها مخالفة لأمر الله مثلا أيوب عليه السلام لما كان مريضا وكان معه امرأته وقد هلك جميع أهله ولم يبق معه الا امراته ترعاه وتهتم به وقد اشتد عليه الضر فخرجت امراته يوما تطلب طعاما له فلم تستطع ان تشتغل كانت تشتغل عند الناس تكنس ولا تشتغل ويعطونها شيئا من طعام ذاك اليوم ما احد شغلها واشتد جوعهما فقصت شعرها وباعته ثم رجعت اليه وأعطته الطعام فسألها اليوم إيش اشتغلتي وهو مريض وقد تركه قومه خارج البلد قالت اليوم ما اشتغلت كيف ما وجدت شغل لكن قصصت شعري قال لي ما فعلت ذلك وغضب منها وأقسم إن شفاه الله أن يضربها مئة عصا ثم شفاه الله تعالى فعظم عليه أن يضربها مئة عصا يعني زوجتي وقصت الشعر عشان تطعمني و... لكن أنا حلفت فأوحى الله تعالى إليه قال وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابراً الآيات الضغث الدغ... هو الذي ينبت فيه الرطب والتمر يعني لما تجني الرطب والتمر يبقى هذا فيه أعواد متصلة به يستعمله الناس احيانا مكنسه يعني يخيطون خياطه معينه ويستعملون مكنسه او غيره فامره الله تعالى ان ياخذ هذا من النخله وهو فيه اعواد صغار لا تؤلم واذا كان فيه مئة عود يحمل التمر طلع التمر ونظف العصا واضربها ضربه واحده فتكون ضربتها مئة عصا فهذا مخرج حتى لا يكون حنث حتى لا يكون خالف الحلف الذي حلف به ولذلك مثل هذه المخارج الشرعيه هذه مخارج جائزه شرعا وقد ذكر الفقهاء يعني شيئا من ذلك من ذلك ان رجلا كان مع امرأته يأكلان آه تمرا قال فاثناء اكلهما غاضبها وقد وضعت شيئا من يعني وضعت لقمه في فمها من الطعام او من التمر فغضب الرجل وقال لها ان بلعت هذه اللقمه فانت طالق وان اخرجتيها فانت طالق وان ابقيتيها في فمك فانت طالق ثم ندم قال يا جماعه انا طلقت امرأتي وانا عندي عيال ولكن الغضب حملني على ذلك فماذا افعل؟ ف وهي اللقمه في فمها لا تقدر تطلعها ولا تقدر تبلعها ولا قالوا فاخذها وذهب الى الامام مالك قال يا إمام الغوث الغوث أنا تورطت قال ما خبرك فقال خبري كذا وكذا وهذه زوجتي معي الآن فمها يعني مليء بالطعام فقال أتعاهدني ألا تقسم مرة أخرى مثل هالقسم يعني من وين جبت هالقسم أنت يعني واحد يقول والله علي الطلاق أنت تطلع تألف قسم صعب وتقول حلوا المشكلة فتعاهدني أنك ما عاد تحلف مثل الحلوف الصعبة هذه قال نعم وانا ما ادري كيف طلعها اصلا الرجل قال نعم اعاهدك. قال مرها فلتخرج بعض اللقمه وتبلع بعضها فتكون لا هي اللي بلعتها ولا هي اللي اخرجتها ولا هي اللي تركتها في فمها. فهذه ايضا من الحيل والمخارج الشرعيه حتى لا يقع له الطلاق. اما الاحتيال على الشريعه بانواع من الحيل سواء في الاموال او في غيرها مثل ان يكون الانسان يريد ان يدفع لانسان مالا بالربا فيصنع صنيعا معينا على انه بيع وهو في ربا او يريد مثلا ان يعود الى نكاح امراته التي طلقها ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيحتال حيله معينه حتى حتى تعود اليه هذا لا يجوز الذي صنعه بنو اسرائيل هو هذه الحيله ولذلك عاقبهم الله تعالى وبين الله تعالى جلاله فظاعه صنيعهم وعاده الحلال الحلال كثير والحرام قليل عاده لكن تجد ان النفس سبحان الله تتوق الى الحرام مع قلته يعني هم مسموح لهم سته ايام يصيدون الا يوم واحد ما قال رب العالمين حرام سته ايام وحلال يوم لا سته ايام حلال ويوم واحد حرام فلم يطب لهم الامر حتى جاءوا لهذا اليوم الحرام. ولذلك اللي يقول لك والله الشريعه ضيقت علينا، هذا كاذب، هذا ما يعرف الشريعه. مثلا لو انسان قال لك الشريعه ضيقت علينا في, في الطعام يا اخي. تقول لك كيف ضيقت عليك؟ تعال نعد الاشياء التي حرم الله اكلها، والاشياء التي اباح الله اكلها. ايش الاشياء اللي حرم الله اكلها؟ قال حرم الخنزير، طيب هذا الخنزير وكل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير طيب ها غيره والميتة بأنواعها المتردية والموقوذة وما أكل السبع و إلى آخره وما ذبح على النصب طيب غيره قال ها والله يعني انتهى بس أربع نعم بس أربع طيب أعطني الأشياء التي أباح الله أكلها أباح الله أكل الغنم والبقر والإبل والغزال والضباء والارانب والدجاج والحمام والعصافير و وهذا من من اللحوم واباح اكل البرتقال والتفاح والموز و من الفواكه واباح اكل الكوسه والطماط والجزر من الخضرة وتعد شيئا واباح اكل البر والشعير والذره وتعد والدخن وتعد شيئا كثيرا طيب ما الذي حرم الله شربه؟ قال والله حرم شرب الخمر والدم، طيب ما الذي اباح شربه؟ أباح شرب اللبن والحليب وعصير البرتقال وعصير الأناناس وعصير لي إذا أي واحد يقول لك والله الشريعة ضيقت نقول التضييق في في قلبك وفي هواك وفي شهوتك الله تعالى فصل لنا ما حر ما حرم علينا لكن لما جاء عند الحلال قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه لكن قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم ولذلك حتى في اللباس حرم عليك نوع أو نوعين لكن الاشياء المباحه في اللباس كثير حتى في المحرمات من النساء لا يجوز ان يتزوج اخته ولا بنت اخته ولا عمته ولا خالته، لكن اباح لك ملايين النساء ان تخطب منهن ولذلك هنا مع بني اسرائيل حرم الله عليهم يوما واحدا فقط واباح سته ايام. السته ايام ما تحمسوا فيها الا هذا اليوم صاروا يفكرون ويخططون ويجدون لذه في استخراج هذا 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 الصيد في يوم السبت. بداوا يصيدون في يوم السبت وجعل الله تعالى هذا السمك متيسرا امامهم كذلك نبلوهم نختبرهم واحيانا قد ييسر الله تعالى ويسهل وصول الانسان الى المعصيه اختبارا له وامتحانا يعني مثلا يسافر انسان الى بلد فيجد مثلا انه يمر على اماكن يشرب فيها الخمر بربما باسعار يستطيع هو ان يدفعها. يستطيع ان يقع في الفاحشه من غير ما يخاف من شرطه تمسكه ولا زوجه تغضب منه او اب يزعل عليه او فالمعصيه الان امامه متيسره. هذا اذا امتنع عن المعصيه اجره اعظم ممن المعصيه عليه صعبه. انا كنت اقول لبعض الاخوه احيانا في بعض البلدان اقول لهم يا شباب امتناعكم عن شرب الخمر، امتناعكم عن الفاحشه، امتناعكم عن هالمحرمات اجركم اعظم ربما من بعض من يسكنون في في مدن لا يستطيعون ان يصنعوا هذه الاشياء لانها ممنوعه عنهم. ونحمد الله تعالى انها في بلادنا ممنوعه نسأل الله ان يديم ذلك علينا. لو الواحد هنا عافانا الله واياكم اراد ان يشرب خمرا او يقع في فاحشه او فهو لا يتيسر له ذلك كما يتيسر لمن هم في بلدان تسمح لذلك وتأذن به وتبيعه في كل مكان، فكنت أقول أجركم أعظم لأنك تستطيع أن تفعل المعصية ويمنعك منها تعظيمك لله، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة فعليك بنفسك ودع عنك العوام. ثم قال فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل هذا الشاهد للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم يكلم الصحابة رواه أبو داود يعني أنت اليوم لما تغض بصرك مثل الصحابي لما يغض بصره خمسين مرة أنت اليوم لما تمتنع عن الغيبة مثل الصحابي لما يمتنع عن الغيبة خمسين مرة اجرك مضاعف انت اليوم لما تمتنع عن 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 فاحشه او تمتنع عن خمر او فان اجرك يكون مضاعفا وفي روايه اخرى قال لانكم تجدون على الخير اعوانا ولا يجدون على الخير اعوانا انتم يا ابا بكر وعمر وعثمان وعلي انت لما تفعل الخير فيه من يعاونك والمجتمع كله يعينك لكن سياتي ايام المجتمع لا يساعد بل قد يحاربك اذا كنت من اهل الخير فتمسكك كتمسكك على كقبضك على الجمر يكون اجرك اعظم من غيرك ممن هو يعان على هذا ولذلك كلما تيسرت الفتنه لك اعلم ان اجرك اعظم اذا امتنعت عنها كلما تيسرت الفتنه لك اعلم ان اجرك اعظم اذا امتنعت عنها اذا جلست امام جهاز الكمبيوتر او الجهاز في يدك ثم حدثتك نفسك بفتح صفحات فيها محرم ثم امتنعت عن ذلك تعظيما لمن يراقبك جل في علاه وخوفا من الله فان اجرك اعظم ممن لا يستطيع ان يصنع ذلك بل يمكن ما عنده جهاز في يده كلما كانت المعصيه متيسره مال تسرقه او او انسان تعتدي عليه او 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 صلاه تتركها او او غير ذلك وتركت المعصيه تعظيما لله فان اجرك اعظم ممن اصلا لا تتيسر له هذه المعصيه يقول الله جل وعلا هنا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بدأوا يصيدون من السمك يوم السبت وطبعا قال, قال بعض المفسرين صاد بعضهم فجاء جيرانه ينهون كيف تصيد يوم السبت قال أنا ما صدت يوم السبت أنا وضعت الشبك الجمعة وأخذتها الأحد فقال قومه اللي معه لينزلن بك عذاب ثم مضى جمعه وجمعتان وشهر وشهران وما نزل به عذاب فقالوا ها ما نزل به عذاب فتجراوا فصنعوا مثله قال الله واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون انقسم الناس في هذه القريه الى ثلاثه اقسام منهم قسم كانوا يفعلون المعصيه يصيدون السمك ومنهم قسم ما صادوا السمك ولا فعلوا المعصيه لكنهم انكروا جاؤوا الى هؤلاء الذين يصيدون وقالوا اتقوا الله كيف تصيدون يوم السبت هذا حرام ونهوهم وما سكتوا تكلموا وانكروا وفي قسم ثالث هم صالحون ايضا ما صادوا سمك لكنهم يائسون من اصلاح المجتمع بدل ما يذهبون الى اصحاب المنكر ويقولون نعم صدق اخواننا لا تصيد يوم السبت ذهبوا الى المنكرين وقالوا كيف تنصحونهم والله ما فيهم فائده والله تنصح ولا ما تنصح ما فيهم فائده هؤلاء ننتظر بس اما ان الله ان يعذبهم او ينزل بهم قارعه لا تنصح لا تنصح فقال هؤلاء الذين ينكرون قالوا نحن ننصح لاحد سببين معذره الى ربكم ولعلهم يتقون اول شيء ان الله يعذرنا يا رب انت امرتنا بانكار المنكر ها نحن انكرنا وايضا يمكن يتقبلون يا اخي وما ادراك ولذلك لا تياس ابدا من اصلاح اي احد لا تياس في صحيح البخاري يقول النبي يقول لما نزل جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام قال جبريل أما لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طين البحر وأضع في فم فرعون لأن فرعون لما بدأ يغرق صار يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين رددها فيقول جبريل أما لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طين البحر وأضع في فم فرعون ما خافت أن تدركه رحمة الله إذا كان جبريل يتصور أن حتى فرعون ممكن يُرحم ويهتدي وهو فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى فما بالك بمن هو أقل من فرعون من من هم ربما كفار عاديون أو أو ناس عصاة ولذلك تجد بعض الناس اليوم تقول والله أنا جارنا عندك كذا وكذا وأنا رايح إني أنصحه يقول تنصحه والله ما في فائدة تنصح ولا ما تنصح يا أخي إيش دخلك أنت؟ إما أن تشجعني على النصيحة أو اسكت. وسبحان الله هذا هذا من قديم. لما بدأ المسلمون بالهجرة إلى الحبشة في أوائل الإسلام. واحد من الصحابة أخذ زوجته وخرج متخفيا من مكة بيذهب للحبشة. وخرجوا من مكة بيركبون البحر يطلعون عن طريق جدة. فوضعوا متاعهم في مكان يستريحون ثم تذكر شيئا قد نسوه في البيت. فقال لزوجته ابقي هنا مع المتاع انا ارجع للبيت احضر اللي ناقص واعود اليك وانتبهي ان مر بك احد من المشركين فلا تخبريه اننا مهاجرون الى الحبشه، لا تورطينا. قالت خلاص طيب. مضى زوجها فمر بها من كان في وقته قبل ان يسلم كان اعظم الناس تعذيبا للمسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر كان عنده جارية اسلمت وكان يعذبها يقولون فكان يعذب يعذب بعدين يتعب فيخشى انه يضع العصا ويرتاح فهي تفرح وتقول زين رحمني الحمد لله انه رحمني يعني ممكن يوقف التعذيب فحتى ما تصاب بهالشعور المفرح كان اذا اراد يوقف يقول لها انا ساوقف الضرب ليس رحمة بك لأني تعبت انا أرتاح وآتي واضربك اقوى من الضرب اللي قبل شوي شوف شدة الكره مر عمر بها المرأة وكان قويا ومهيبا فقال لها ما أقعدك في هذا المكان إيش مجلسك معك متاع في الشمس قالت نهاجر مسكينة من شدة الخوف صدقت ما عرفت تدبر لها يعني مخرج قالت نهاجر قال إلى أين قالت ضيقتم علينا في ديننا ما دام هي خربانة خربانها بصدق والله يمكن يضربها ولا يعذبها خلا تصدق قالت ضيقتم علينا في ديننا ونهاجر إلى الحبشة وهي تنتظر الضرب فقال عمر إني أسأل الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا ومضوا تركها المرأة تفرك عيونها وهذا عمر ولا واحد في صوره عمر هذا اكيد عمر فما رجع اليها زوجها رجع اليها زوجها بعد قليل يلا احمل المتاع مر بك احد الا المراه مشدوها ايش الخبر قالت مر بي عمر قال عمر مر عرف ان نهاجر عمر قالت نعم اخبرته قال والله اللي خربت هجرتنا خلاص والله يطلع لنا الان في الطريق فقالت له لا إني والله لأرجو فيه الخير قد قال لي كذا وكذا، إني أرجو أنه يهتدي ممكن يسلم، فقال إيش؟ عمر بن الخطاب يسلم والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، يقول لو الحمار اللي عندهم في البيت يتشهد ويدخل في الإسلام عمر لا يمكن يسلم من شدة اليأس أن يسلم عمر، وإذا بالهداية تنزل على قلب عمر ويدخل عمر في الإسلام ويصبح ثاني رجل في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر ومن العشرة مبشرين بالجنة ويقتل شهيدا في سبيل الله هل كان ذلك الرجل يدري عن عمر يا مناس يا جماعة كانوا أشد الناس إعراضا قساوسة وأشد الناس بغضا للإسلام ثم فتح الله على قلوبهم وصاروا من أحسن الناس في الإسلام فهنيئا لمن صبر عليهم حتى اهتدوا على يده بعض الناس ما في صبر اذا راى من هو شديدا في المعصيه او مقبلا عليها قال خلاص انا غسلت يدي هذا ما في فائده نقول لا تياسن من احد ابدا وليكن عندك صبر لعل الله ان يفتح على قلوبهم ومن ما يذكر في ذلك من يعني اللطائف ذكروا ان احد الاخوه كان يقوم على بناء مسجد فتعطل المسجد في البناء ونقصهم مال وقد أفنوا كل ما عندهم وأخذوا من من يعرفون من التجار فأخذ يسأل يا جماعة ما في أحد من جيران المسجد ممكن يساعدنا ما في أحد من التجار قالوا قد بقي تاجر واحد قال ما اسمه قالوا إبليس قالوا كيف؟ قال كيف اسمه إبليس؟ قالوا هذا أعظم بغضاً للدين من إبليس لا يمكن يتصدق ولا يساعد في المسجد قال يا جماعة دلوني على بيته قالوا هذا ما في أمل قال دلوني على بيته قال طيب بيته اذهب يمين يسار هذا بيت التاجر لكن ترى هذا اصلا زعلان اننا نبني مسجدا فضلا عن ان يتصدق للمسجد هذا لو تبني ربما مكان لشرب الخمور اعطاك مال اما مسجد فذهب وطرق عليه الباب وفتح الخادم قال وين سيدك؟ قال في الداخل طيب ماذا تريد؟ والله انا اقوم على بناء المسجد وكذا المهم لا زال به حتى خرج السيد اليه فجاء وهو في عتوه ونفوره وبغضه ولا يحب يرى احدا من اهل الخير فلما جاء وقف قالها ماذا تريد التاجر هذا يسال الشيخ هذا ايش تبغى ماذا تريد قال والله احنا يعني جزاك الله خير نبني مسجد وان شاء الله ذكروك بالخير وان شاء الله انك تساعدنا ويعني يكون في شيء منك باذن الله في المساعده وقال آه ساعدكم في بناء المسجد قال نعم قال طيب بيطلع المحفظة ويحط يدك كأنه بيطلع فلوس قال طيب افتح يدك فالشيخ فرح قال يمكن معه عشرة آلاف عشرين ألف لسه ساحبها من الصراف وبيعطيني إياها فمد يده فبصق فيها هذا التاجر فمسحها هذا الشيخ في صدره وقال هذه لوجهي ثم مد يده الاخرى وقال وهذه لوجه الله فماذا تضع فيها البصقه لي انا ما هي مشكله هذه لوجهي لكن هذه الاخرى لوجه الله فماذا تضع فيها فكانما نزلت على ذلك الرجل صاعقه تاثر وانتفض وأخذ يسبح ويستغفر وجلس على الأرض ولا استغفر الله استغفر الله ثم أكمل كل ما احتاجوه بعد ذلك للمسجد كان بقي مبلغ يسير يعني فأنت لا تيأسن من أحد رب العالمين ذكر القصة فيها رسالة لنا ناس يأتون ينكرون وفريق يائسون بدل ما يذهبون ويساعدونهم في الإنكار لا يجيئون إلى المنكرين ويقولون توقفوا عن الإنكار خلاص اسكتوا خلوهم يفعلون المعصيه ليش نخليهم يفعلون المعصيه قالوا لان ما في فائده من هدايتهم انت ايش دراك انت دخلت في قلبه انت اطلعت على اللوح المحفوظ انت تعلم الغيب ما الذي ادراك انه لن يهتدي اسكت عني اتق الله اما ان تعينني على الانكار او اسكت عني ولذلك قال الله واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا هؤلاء يائسون قالوا هؤلاء إما بيأتيهم هلاك ولا عذاب مثل ما قال سليمان عن الهدهد لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه يعني الله إذا ما قتلهم بيعذبهم فهؤلاء الصالحون نيتهم طيبة ومتفائلون قالوا لا إلا بنستمر في الإنكار معذرة إلى ربكم أول شيء ربي يعذرنا إحنا سوينا اللي علينا ويمكن يهتدون ولعلهم يتقون قوله تعالى هنا وإذ قالت أمة الأمة هي الجماعة من الناس وهؤلاء الجماعة من الناس ليس لهم عدد محدد أمة منهم يعني ربما عشرة خمسة عشر مئة مئتان لا ندري قوله لما تعظون الوعظ يقولون هو تكرار ال ال الواعظ كلاما يعرفه الموعوظ لكنه لا يفعله. ايش الفرق بين التعليم والوعظ؟ التعليم اني اتي اليك واقول لك الصلاه واجبه. تقول ها والله ما دريت انها واجبه جزاك الله خير زين انك علمتني. او مثلا اقول لك ترى لا يجوز الاكل باليسار. تقول اوه جزاك الله خير انا والله كنت اظن ان اليسار واليمين واحد انا انا حديث الاسلام فهذا تعليم اسمه، لكن الوعظ اني ابين لك شيء ان تعرفه لكنك لا تفعله فاقول لك ونحن ناكل اقول لا يجوز الاكل باليسار ان تدري انه لا يجوز لكنك تكاسلا تحمل الكاس باليسرى وتحمل الطعام باليمنى فانت تعرف المعلومه لكنك لا تطبقها فاقول عندها انا اعظك اقول اتق الله ولا تاكل باليسار اليسار ياكل بها الشيطان انه ياكل بشماله الان انا اكرر لك كلام انت تعرفه هذا اسمه وعظ فلذلك هؤلاء يقولون لما تعظون قوما اصلا هؤلاء يدرون ان الصيد يوم السبت حرام لماذا تخبرونهم المعلومه موجوده عندهم ولذلك انت حتى عندما تنصح احدا حاول تنوع الاسلوب يعني مثلا تنصح احدا هو عقل والده جئت اول مره ونصحته مباشره ما تقبل مره ثانيه ارسلت له مقطع على جواله نوع الاسلوب ما تقبل مره ثالثه كلمت واحد من زملائه مثلا ليجري اتصالا بينه وبين امه حتى صاحبنا العاق يسمع كيف هذا يتكلم مع امه بادب فيقتدي مثلا اسلوب ثالث وهكذا احرص انك اذا وجدت بابا مقفلا الى من تنصحه ابحث عن ابواب اخرى ربما هالباب ما يصلح له الباب الثاني لان كل انسان له مفتاح لا تستعمل مفتاحا واحدا فقط ولذلك حتى النبي عليه الصلاه والسلام كان يستعمل عددا من الاساليب مع الصحابه في دعوتهم عدد من الاساليب مع القبائل عندما يدعوهم هذا فيما يتعلق بالوعظ قوله معذره الى ربكم العذر هو السبب المقنع لترك الشيء يعني يقول لك ليش غبت اليوم مثلا فتقول انا صار لي حادث وهذا تقرير المرور هذا عذر عذر لترك المحاضره مثلا او لترك الدرس في الجامعه او نحو ذلك و لذلك يعني الإنسان ينتبه لمثل هذا ولكن يكون عذر مقبول أنا كم يوم مع الطلبة في الفصل الماضي عندنا اختبار في يوم عطلة في يوم السبت كان زحمة شوي الاختبارات فحطوا اختبار يوم السبت فكنت في اللجنة أراقب اختبار نهائي فواحد من الطلبة جاي متأخر يمكن عشرين دقيقة ويوم السبت ما في سيارات في الشوارع يعني الناس نائمون وكذا والشوارع فاضية ف طلعت قلت يا ابني انت ليش متاخر؟ قال والله يا دكتور تعرف زحمه الشوارع وناس طالعين جامعه الامام وناس طالعين جامعه الملك سعود وناس طالعين لاعمالهم وهذا مودي عياله المدرسه وهذا سواق معهم معلمات وهو يتكلم انا اقول في نفسي ما انا جاي قبل شوي ما اخذ خمس دقائق يعني الطرق فاضيه يوم السبت والساعه سبع يعني لما خلص قلت الطرق زحمه قال زحمه زحمه يا شيخ تعرف الرياضه انت عاد شيخ زحمة زحمة وعايش الموقف هو قلت عشان كذا تأخرت واضح عيونه حمر لسه صاحي من النوم يعني يعني هو لو انه ماسك الطريق على الاقل صح صح يعني فقلت طيب بس يا ولدي اليوم سبت لا في جامعة إمام ولا في موظفين ولا معلم قال اه لا والله بصراحة بنشرت السيارة تعطلت شوي و... قلت يا أخي لا تكذب يعني صح أنا أقول لك اعتذر وما دام ما أحد طلع من الطلاب لسه ولا كشفت الأسئلة بندخلك لكن لا تكذب اعتذر وقل راحت عليه نومه والنوم سلطان فانت ايضا اذا بتعطي عذر يكون عذرا مقبولا يعني فهنا يقولون نحن ننكر معذره حتى الله يعذرنا ما ما يؤاخذنا اننا تاخرنا في عدم الانكار الفرق بين الفريقين الصالحين هؤلاء ان الفريق الاول متفائل ننكر يمكن الله يصلحهم والفريق الثاني يائس انتبه لا تصل إلى مرحلة يأس من الإصلاح عندك جار ما يصلي عندك واحد عاق عندك إنسان يظلم الناس عندك إنسان يتعامل تعاملا سيء لا تيأس من نصيحة الناس مضت الأيام وهؤلاء يصيدون عصاة وهؤلاء ينصحون والفريق الثالث ينكرون على الناصحين فجاءت ساعة العذاب قال الله فلما نسوا ما ذكروا به ما ذكروا يعني ما وعظوا به لما اولئك نسوا يعني لم يلتفتوا واعرضوا عن النصيحه واستمروا في معصيتهم عندها استحقوا العذاب قال فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء ما قال انجينا الصالحين لا انجينا الفريق اللي انكروا اللي قالوا يا رب اعذرنا ترى احنا انكرنا هؤلاء نجيناهم. "وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون". بئيس على وزن فعيل يعني شديد. يقولون جاء العذاب على مرحلتين. المرحله الاولى عذاب اما امراض وغيرها لكنهم استمروا في معصيتهم فقال الله في الايه التي بعدها فلما عتوا عتوا يعني طغوا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين طيب السؤال الفريق الصالحون الذين لا صادوا ولا انكروا فهم جمعوا بين معصيه جمعوا بين طاعه وبين معصيه الطاعه التي هي طاعه الله في ترك الصيد يوم السبت والمعصيه ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر معلوم أن الأمر عرفنا عن يعني المنكر أمر واجب إذا كان الإنسان يستطيع عليه ولن يأتيه من ورائه مضره وعلى الأقل أنكر بقلبك إذا ما تستطيع تنكر بيدك أو بلسانك فهذا الفريق الذي سكت عن الإنكار هل نجا أم لم ينجو سئل ابن عباس عن ذلك فقال لها أعلم فقال له مجاهد تلميذه قال يا إمام أليس الله تعالى قال: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا فالذين ظلموا هم أولئك الذين صادوا، فقال ابن عباس لعل لعل يعني لعل الله إن شاء الله يكون أنجى هؤلاء الذين سكتوا، وإلا فالآية جاءت في هؤلاء الذين أنكروا، وهذا يدل أيها الإخوة والأخوات على أهمية أن يسلك الإنسان كل ما يستطيع من سبل دعوية رفيقه لاجل انكار المنكر على الاخرين. كيف مسخ هؤلاء قرده وخنازير؟ ذكر المفسرون بان هؤلاء الصالحين لما راوا ان هؤلاء لا يستجيبون لهم تركوهم وصاروا قد بنوا بينهم وبينهم جدارا، قالوا احنا نعيش لوحدنا وانتم لوحدكم نخشى ان ياتي عذاب ويصيبنا معكم. قالوا فناموا ليله من الليالي الكل نام. فاصبحوا وخرج الصالحون يوم الاحد للصيد ما هم صيادين ايضا فلم يروا اصحابهم خرجوا فاطلوا من فوق الجدار واذا اولئك قد مسخوا قرده وخنازير قالوا فدخلوا عليهم مسخ شيوخهم كبارهم خنازير وشبابهم قرده فصار القرد او الخنزير ياتي الى قريبه من الصالحين اللي انكر عليه ويبكي بين يديه وهنا يتكلم يبكي بين يديه ويعرفه لكن اولئك ما يعرفونهم كلهم خنازير ما يعرف وين فلان او فلان لكن اولئك الخنازير تعرف اصحابها فياتي ويبكي بين يديه فيقول له هذا الصالح الم اكن حذرتك ان الله سينزل بكم عذابا مسخهم الله قرده وخنازير حولهم وربك يخلق ما يشاء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. هل تناسل هؤلاء بعدما صاروا قرده وخنازير؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الله تعالى لم يجعل لمسخ عقبا اذا مسخ الله تعالى احدا من خلقه الى خلقه اخرى لم يجعل الله تعالى له عقبا، خلاص يعني هذا الخنزير او هذا القرد يكبر حتى تنتهي حياته ثم يموت حتى لو وطئ أكرمكم الله لو وطئ الأنثى من, من, من مثله لو مسخ هو وزوجته قردة مثلا ووطئها كما كان يف كما تفعل القردة اليوم الحيوانات العادية فإنه لا يكون له عقب لم يجعل الله تعالى لهم عقبا ولذلك لما يقول إنسان مثلا لليهود يا أحفاد القردة والخنازير صحيح أن أقواما من اليهود من أجدادهم قد مسخوا قرده وخنازير لكن اولئك الذين مسخوا لم يخلفوا عقبا فكلمه احفاد ليست دقيقه لغويا لكن لو قيل يا اصحاب مثلا او يا امثال او نحو ذلك لعله يكون يعني اقرب الى الصواب في ذلك ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ولذلك اختار الله تعالى لهم هذا النوع من العذاب وهذا النوع من العذاب جاءهم بعدما نزل بهم عذاب اول فلم ينتهوا ثم جاءهم العذاب الاكبر لما مسخوا الى قرده وخنازير. آه ذكر اهل العلم من الفوائد ايضا حول هذه القصه ان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه حذر من مثل فعله. وهذا مصداق قول الله تعالى: واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب. تأذن يعني اخبر واعلم. واذن في الناس بالحج يعني اخبر الناس بذلك. ليبعثن عليهم يعني ليبعثن على اليهود الى يوم القيامه من يسومه سوء العذاب، هذا حكم من رب العالمين ان اليهود الى قيام الساعه كل فتره ياتيهم من يضرب رؤوسهم، يعني كل فتره ياتيهم من يزيدهم ذلا، يسومهم يعني يفرض عليهم كما قال الله واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب وهذا يدل على خبث اليهود الى يوم القيامه، اسال الله جل وعلا ان ينفعنا واياكم بما سمعنا. اسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا يا رب العالمين في جنتك يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين، اللهم وانا نسالك ان تصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوال اخواننا في اليمن، اللهم اصلح احوال اخواننا في اليمن، واصلح احوال اخواننا في مصر، واصلح احوالهم في العراق وفي فلسطين، وفي كل ارض من ارضك وفي ليبيا وفي كل ارض من ارضك يا رب العالمين بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الاخ سوف يؤذن ويقيم مباشره سيؤذن ويقيم مباشره